انت عندك سناب؟ اه. طب ومامي عندك؟ اه. طب انت عارفه ان انا بحبك اكتر واحده في الدنيا؟ وانتي؟ طب ايه رايك لو نعمل سناب وتقولي لي بحبك يا لولا؟ قول. يلا بحبك يا لولا. يلا. بحب ليلى اكتر حد في الدنيا. عايزه اقول لكم يا بنات ان الطلبات على الصفحه عماله تكتر ولسه هتزيد اكتر ان شاء الله. يا رب. بحب ليلى اكتر حد في الدنيا. يا ريت مراتك تبطل تعمل اللي هي بتعمله. حصل ايه تاني بس؟ سلام. انا مش هشوف بنتي ولا ايه؟ خلي بالك من نفسك. وحشتيني يا حبيبتي وحشتيني. انت كمان وحشتيني قوي. تسأليش عليا ليه؟ الهومورك ودروس البالي وركوب الخيل. ومين بقى اللي بيوديكي كل الحاجات دي؟ لولا. ماما طيبتك رايحة قوي كده. دي طيبة قوي وبتحبني. باري هتعرفي. قولي لي بقى انت عايزه تعمليه النهارده؟ نروح دريم بارك ولا نروح السينما ولا نروح ناكل حاجه بره؟ لا لا لا، اصل عندي درس مزيكا. يعني انت هتقعدي معايا قد ايه يعني؟ هكلم لولا كمان ساعه. وليه كمان ساعه يا حبيبتي؟ خلينا نكلمها دلوقتي. لسه ساعه. لا نكلمها دلوقتي. الو، تعالي خدي عائشه دلوقتي.